السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم لفيديو في أحسن الأحوال. ومرحبا بكم في قناة وصفات ناجحة. لفيديو تاع اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا فيها ترشيمة هادي كتجي رائعة، كتجي باللوينات، كتجي بحال شكل ديال العنبة. قبل ما نبدا نتمنى من الناس اللي كيشوفوا القناة أول مرة يدعموني بالاشتراك وديروا جيم إلا عجبكم لفيديو وفرجة ممتعة. أنا هنايا البنات غادي ندير العقيق المهرس كما كنسميوه، كندير 3 العقيقات في كل خط على الطريقة هذه، وكنرجع للنصف ديال 3 العقيقات اللي درت قبل وكنبدا منهم عاود. كما شفتوا كنمشي للنصف وكندير 3 العقيقات وكنحاول نمشي فوق فوق الرشمة ديالي. كما شفتوا البنات الرشيمه كتجي رائعه بزاف للقفطان. هاكا البنات كنحاول نمشي نيش انا مع السطر ديالي وانا كنخدم وانا كنزير هذا، كنجر هذاك الجرارة مزيان باش هكذا نجيب داك الشيء متقون. ودابا البنات بالنسبة لديك العنبة كنديروها بأي عقيق كان عندكم، يعني كنخلطوا ما بين العقيق الطويل العقيق القصير الصغير عفوا. هكذا البنات انا هنايا غادي ناخذ حجره، يعني حجر يكون كبير شويه عفوا عقيق هو الاول، عاد غادي نحط حجره قدامه بهذا الشكل هذا. كنثبتها من جوج البلايص وكنحاول نثبت العقيق الاخر ديالي اي نوعيه كما قلت لكم كانت عندكم، كنثبتوا النوعيه الكبيره من واحد الطرف والنوعيه الصغيره من طرف اخر. وبنفس الطريقه البنات غادي نكمل، انا كنحط العقيق ديالي بحال هكا نظرا لضيق الوقت البنات. انا غادي نخدم معكم فقط هذا الطرف هذا، ما غاديش نخدم هذوك الجوج الاخرين حيت غادي يكون الفيديو طويل. المهم انا عطيتكم هنايا غير موديل كيفاش كيتخدم، وهنايا راه غادي نخدم وحده طويله بحال هكا، هذه هي اللي خدمت معكم. وغادي نخدم وحده قصيره بجهه الكول عاد الجهه، وحده قصيره من جهه الكول ديك الجهه، باش هكا كيجيو ثلاثه العنبات كيجيو زوينين وانيقين في القفطان وحتى في الفراشة كيجيو البنات في القنيطرات. كيما شفتو درت العقيق الكبير من هاد الجهة، والجهة الأخرى غادي ندير فيها عقيق صغير. وهكا البنات غادي نبقاو نعمرو في الفراغات بداك العقيق الصغير حتى نديروه على شكل عنبة كيما قلت لكم. وغادي نرجع للكول غادي نخدمو معكم ب لي زستراس وغتشوفو كيفاش كيجي.
هنايا صراحة نسيت ما قربت الكاميرا بزاف للخدمة باش هكا يبان لكم مزيان شنو كندير. المهم البنات غادي نبقى نثبت في الحجر ديالي كامل في العقيق حتى كندير على شكل عنب بحال هكا. البنات كتجي كما شفتوا كتجي صراحة زوينة بزاف. دابا غادي نخدم معكم الكول. غادي ناخد لي زستراس ديالي نثبتهم بهذه الطريقة. نجيبو على هذا الشكل البنات. هاني هنايا كنخدم وكنحط لي زستراس ديالي فوق الخط نيشان اللي رسمت باش نجيبو داير نيشان على الكول او التوق. انا هنايا كنصاوبو بيدي البنات وكندور عليه الابره والخيط وكنزير مزيان الخدمه باش ما يتسلش ليا. كنمشي هكا ثلاثه العقيقات وندير خيط نمشي هكا ثلاثه العقيقات عاود وندير لا ميم شوز حتى كنسالي الثوق ديالي. هذه هي النتيجه ديالو البنات. نزيد نثبتو من هاد الشويه هادو ما باينش. استغفر الله. وهذه هي الرشيمه ديالي البنات. نتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. هنايا راه مازال غادي ندير دوك الجوج الاخرين غير نظرا للوقت ما بغيتش نطول عليكم. وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.